تعرفوا على سارة، المراقبة أيضا بالمؤثرة في عالم الطعام، ملايين المتابعين، محتوى ينتشر بسرعة هائلة. ها هي المدونة التي يختارها الناس دائما، وصفة تلو الأخرى ضربة مثيرة. لكن عندما يتعلق الأمر بالخبز لا بد أن يحدث خطأ ما. Our Belgium chocolate cookies are almost done. Yes. Okay guys, so this is إما لزجة جدا أو مخبوزة لفترة طويلة جدا. I'm sorry. لا تتأسفي يا سارة، هذا تغيير بسيط فقط. انتقلي إلى مجموعة هوت باك للخبز. ورق الخبز، قوالب الكيك، ورق الكب كيك، ورق الكعك، لدينا كل شيء لإنقاذ يومك. This is Sara's special Belgium cookies. اللزوجة ليست خياراً بعد الآن. هوت باك، نحن لن نخذلكم.